السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. أول ما نبلش المقطع بتمنى تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس حتى يصلكم كل شيء ونعمله أول بأول. بحبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفضل كلام ابتدي فيه الحلقة هو الصلاة على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أحبابنا وأخوتنا الغوالي كتير مهم لكل مسلم فينا أنه يسمع السيرة النبوية الشريفة حتى يتعرف على أطهر خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني المفروض ما نفوت ولا حلقة لأنه كل الحلقات مهمة. أبو رعد نتابع السيرة مع الشيخ حسن ولا نحكي أنا وأنت؟ خلينا نكمل السيرة لأني كتير كتير متحمس للحلقة الجديدة. يلا خلينا نشوف ونسمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حبايبنا الحلوين بهالحلقة الجديدة من سيرة سيدنا محمد. قولوا معي جميعا عليه الصلاة والسلام. نبدأ يا حبايبنا الحلوين ونتذكر مع بعضنا آخر أحداث صارت معنا بالحلقة الماضية. وقلنا يا حبايبي يا حلوين لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سافر مع عمه أبو طالب وكانوا رايحين واتجاههم لمدينة الشام، فلما تعبوا على الطريق وحبوا أنه يستريحوا فوقفوا بمدينة اسمها مدينة بصرة. وكلياتنا يا حبايبي بنسمع بمدينة بصرة وبنعرفها. فلما وصلوا على مدينة بصرة كان في راهب وكان عم بيراقبهم من بعيد وشايفهم أنه جايين لعنده. فلما نظر للسماء وشاف أنه غيمة عم تلحقهم وكانت عم تظلل فوق سيدنا محمد مشان تحميه من حرارة الشمس. ولما جلس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة كمان كانت أغصانة وأوراقة كانت تظلل سيدنا النبي وتحميه من حرارة الشمس. فعرف الراهب بحيرة أنه هذا الولد أنه فيه سر عجيب وحاول أنه يقرب منهم، فدعاه للطعام وحكى مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسأله بعض الأسئلة وشاف الختم يلي بين أكتافه وتأكد وعرف أنه هو النبي المرسل لهي الأمة. وبعد ما تأكد الراهب أنه هو النبي المرسل خبر عمه وأكد له أنه هو النبي وحذره أنه يطالعوا قدام الكفار أو يخبرهم أنه هو النبي، لأني أكيد راح الكفار يأذوه وما راح يعيفوه. فعمه أبو طالب من شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ابن أخوه كان يحبه كتير، فرجع على مكة وما كمل تجارته وحاول يخبيه من اليهود. فبعد مرور فترة من الزمن كبر النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا كان يرعى الأغنام وصار في له عادة محببة كتير له، كان يحب هالعادة كتير. فكان لما يخرج يطلع في مكان موجود فيه غار، يعني هذا الغار مثل كهف، كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيه وحيد وما حدا يروح معه، فكان يجلس بهذا الغار ويذكر ويتعبد وكان يتفكر بالكون ويرجع بعدين عند عمه، وأحيانا يطول بهذا الغار أكثر من يوم. وبعد مرور فترة يا حبايبي يا حلوين صار في بمدينة مكة صار في حرب كبيرة بين قريش وبين قبائل تانية، فكانت حرب قوية كتير. وبآخر الحرب بعد ما صار في قتال عنيف ربحت قبيلة قريش وقبيلة كنانة وطردوا كل اللي تحاربوا معهم وطالعوهم برات مكة، وصارت مكة ما بقى فيها حرب وكانت هاي الحرب اسمها حرب الفجار. بعد هالفترة يا حبايبي يا حلوين عاشت مكة بسلام، ولكن صار في أمور غلط وصار في أمور فوضى بمكة، فصار فيها ظلم كتير وصار فيها الناس تظلم بعض البعض وما صار فيها استقرار أبدا. فاجتمعوا أهل مكة وجمعوا بعض الكبار وقالوا نحن لازم نخلص من موضوع الظلم. فكان واحد إذا اشترى بضاعة من التاني ما يعطيه حقه وينصب عليه المصاري، فكان هذا الأمر كتير كتير ما منيح. فلما اجتمعوا وقالوا لازم نعمل نحن اتفاق، وهذا الاتفاق مشان ما حدا ياكل حق التاني ولا حدا يظلم التاني أبدا. فاجتمعوا وسموا هذا الاتفاق بيناتهم سموا حلف الفضول. وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم موجود معهم وحضر معهم هذا الحلف. فاجتمعوا وقرروا انه ما بيصير حدا يظلم التاني، واللي بيظلم التاني رح يعاقبوه
وراح يحطوه بالحبس. فلما خلصوا من هذا الاجتماع وقرروا انه ينهوا الظلم من مدينة مكة، فعلا نجحوا بهذا الحلف، وما عاد حدا يظلم حدا ولا حدا ياكل حق التاني ابدا. وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كتير كتير مبسوط بهذا الحلف، لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يحب انه ينصر المظلوم ويساعده، وكان هو دائما مع الضعيفين، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الخير. وهون يا حبايبي يا حلوين منكمل مع بعضنا الأحداث اللي راح تتكمل معنا وتسمعوها، وهي أحداث كتير كتير حلوة. بابا شو يعني حلف؟ يعني معاهدة على التساعد والاتفاق والجمع. يا ريت كل العرب يعنوا متريك معاهدة. الله كريم ابني، الله كريم ونعم بالله. عندك سؤال تاني ولا نكمل السيرة؟ لا ما عندي أي سؤال، خلينا نكمل السيرة. نرجع منكمل يا حبايبنا يا حلوين حلقتنا اليوم، ومنحكي شوي عن عادات أهل مكة. كان عادات أهل مكة في كتير عادات سيئة عندهم وما كتير عادات كويسة، ونحن أكيد ما منحب هيك عادات ولا هي موجودة عنا أبدا. كان في عندهم عادة لما تولد البنت مباشرة ياخدوها هي وصغيرة ويدفنوها هي وعايشة، فكانوا يسموا هاي العادة يقولوا عنها وقد البنات، يعني يدفنوها هي وعايشة، لأني بس كبرت يخافوا كتير أنه تساوي شي غلط وتساوي شي مو منيح وتجيب العار لأهله. لحظة لحظة بابا، إذا كان العرب يدفنوا البنات هنين عايشين؟ إيه بابا للأسف كانوا يدفنوا البنات وهنين عايشين. يا حرام، طيب ليش؟ حتى ما تجيب لهم العار لما تكبر، هيك كانوا يفكروا. حسبنا الله ونعم الوكيل، شو هالتفكير؟ بس طبعا اجا دين الاسلام ولغى كل هالعادات اللي ما يمنيحها. الحمد لله على نعمة الاسلام. فكانت هاي العادة موجودة في مكة، وكانوا كمان اهل مكة يعبدوا الاصنام ويسجدوا لهم ويتجمعوا عندهم، وكانوا ايضا يشربوا الخمور، وكان كتير عادات لهم ما كويسة. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يراقبهم ويشوف هالعادات هاي، وما كانت هالعادات هاي تعجبه ابدا. فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يعبد الأصنام معهم ولا يأكل مال الحرام ولا يظلم حدا ولا يشرب الخمر أبدا، فكان بعيد عنهم بهالعادات السيئة. ولما يا حبايبنا يا حلوين كبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصار رجل، كان في عندهم بالمدينة بمدينة مكة كان في مرأة بتحب التجارة وبتشتغل بالتجارة، وكان المرأة اسمها خديجة بنت خويلد. وكانت السيدة خديجة دائما تشتغل بالتجارة وتعطي الناس تجارة إلها، فيروحوا يبيعوا البضاعة ويرجعوا معهم مصاري ويربحوا من هالمصاري، وهي تعطيهم أجر على تجارتهم وتعبهم وسفرهم. فلما سمعت السيدة خديجة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعرفت أمانته وشجاعته وعرفت أنه هو اسمه كان بمكة الصادق الأمين، بعتت عليه وطلبت منه أنه يشتغل معه بالتجارة ويسافر ويبيع البضائع مثل ما بتعطي البضائع يبيعوا لياها التجار يلي عنده. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وافق وصار يشتغل معه بالتجارة، وأعطته أول تجارة إله، وأرسلت معه شاب كان يشتغل عنده، وهذا الشاب اسمه ميسرة. فلما سافروا يا حبايبنا يا حلوين وأخذوا معهم البضاعة، فكان ميسرة عم بيراقب النبي صلى الله عليه وسلم، كان كتير معجب بشكله وبأخلاقه بطريقة تعامله وطريقة حكيه مع الناس. وبعدين يا حبايبنا الحلوين كملوا تجارتهم وباعوا تجارتهم وانبعت كل البضاعة يلي معهم، وكانوا التجار كتير مسرورين من بيع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولوا هذا الرجل مبين عليه أنه صادق ومبين عليه أنه أمين. فسألوا ميسر عنه وقالوا له مين هذا الرجل يلي جايبه معك؟ فأخبرون وقال لهم هذا اسمه محمد، وهو من بني هاشم من قبيلة قريش من مدينة مكة. فخلصوا يا حبايبنا يا حلوين تجارتهم ورجعوا على مكة، واستغرب ميسرة من أمر. فلما كانوا رايحين
وكانت الشمس تصير قوية، كان في غيمة دائما تمشي فوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتظلله مشان ما تصيبه حرارة الشمس. ولما رجعوا شاف نفس الأمر واستغرب كتير من هذا الأمر. فلما وصلوا على مكة ورجعوا استقبلوهم أهل مكة، وكان عمه أبو طالب عم يستناه بفارغ الصبر، ولما شافه كتير انبسط برجعته واستقبلون وراحوا عند السيدة خديجة وعطوها الأموال يلي تاجروا فيها، وكانت كتير مبسوطة لأن كانت الأرباح كتيرة والأرباح مضاعفة وانبسطت من هذا الأمر كتير. وبعدين حكى له ميسرة عن الأمور الغريبة يلي شافها من سيدنا محمد، وحكى له عن طريقته بالتعامل مع التجار وأن التجار انبسطوا منه، وحكى له عن سماحته، وكمان حكى له عن الأمور العجيبة والغريبة يلي شافها. فحدث بالغيمة يلي كانت تمشي فوق النبي صلى الله عليه وسلم، وشلون كانت لما تصير الشمس قوية فكانت الغيمة تظلله وتحميه من حرارة الشمس. فاستغربت السيدة خديجة، مباشرة راحت لعند ابن عم إله، وكان هذا ابن عمه اسمه ورقة ابن نوفل. وكان ورقة ابن نوفل هذا يا حبايبي يا حلوين رجل راهب، بس راهب نصراني، يعني ما كان مسلم ولا كان مثل كفار مكة. فكان عنده كتب وعنده إنجيل وعنده مراجع دائما يقرأ فيها، وكان ينتمي للنصارى. فلما خبرته بالقصة وقالت له الأمور يلي حكى لها هي ميسرة، فنظر إلى الكتب ونظر للإنجيل، فأخبر السيدة خديجة وأكد له تماما أنه هذا الرجل يلي حدثته عنه واسمه محمد هو رح يكون نبي لهذه الأمة، وهو رح يكون نبي لآخر الزمان. فالسيدة خديجة استغربت ورجعت وزاد إعجابها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصارت تحكي عنه لمين؟ لصاحبته، وتقول له هذا الرجل ما شاء الله عنه أخلاقه كويسة وكريم وشجاع وسمح إذا باع، وما شاء الله عنه أموره كلها منيحة. فأعجبت فيه السيدة خديجة وراحت رفيقتها وخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنه هي معجبة فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح عند أعمامه وراحوا خطبوها من أعمامها، وتمت الخطبة وصار النصيب. وبعد فترة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة بنت خويلد. وهون يا حبايبنا يا حلوين بيكون خلصت أحداث هالحلقة هاي من سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله تكون عجبتكم، وإن شاء الله يكون استفدتوا وحفظتوا الحكي يلي قلناه اليوم. ومنكمل إن شاء الله بالحلقة يلي بعدها، وإن شاء الله بتكونوا مسرورين لأني في أحداث كتير حلوة عم تنتظرنا بالحلقة اللي بعدها. استنونا وانتظرونا وإن شاء الله بتكونوا بخير، وأرجو الله سبحانه وتعالى أنه يحميكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدين شو رح يصير بابا؟ بالحلقة الجاية تعرف شو رح يصير لك ابني؟ ماشي أمري لله، رح استنى للحلقة الجاية. أحبابنا نحن مشكركم من كل قلبنا على دعمكم للقناة، بس نتمنى أنه تعملوا مشاركة لكل المقاطع حتى تصل لكل الناس، ولا تنسوا أنه الدال على الخير كفاعله. وطبعا لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة تفعيل الدرس. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.